بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مس دعاء مكي. ان شاء الله النهارده هشرح لكم ليسون 8 من شابتر 1 ثيم 3 ديسكفر برايمري 3. درس النهارده ممتع جدا جدا جدا. درس النهارده كان محتاج ان احنا نعمل اكسبيرمنت، تجربه، بس التجربه دي متعتها ان هي كانت محتاجه بيج نمبر، لارج نمبر اوف ستودنتس، عدد كبير جدا من الطلبه. اشتغل معايا في الدرس ده 23 students، 23 طالب من اللي متابعيني على التشانل، وكان درس ممتع جدا جدا جدا، اتبسطنا كلنا. النتائج اللي خرج منها صحابكو النهارده ال 23 students اللي هعرفكو عملوا ايه بالظبط، النتائج دي انتوا هتحتاجوها في درسكو النهارده، يعني عشان تكملوا الدرس النهارده وتشتغلوا فيه صح انتوا هتعتمدوا على النتائج بتاعت التجارب اللي عملها اصحابكم. ركزوا معايا كويس جدا جدا جدا، هفهمكم هنعمل ايه وهفهمكم هتلاقوا كل الشيتس اللي هتحتاجوها فين بالظبط. يلا بينا. Scientists often make careful drawings of the plants and the animals they see on journeys. يعني يا اولاد دايما العلماء اللي بيحاولوا يستكشفوا الطبيعة بتاعتنا بيرسموا كل حاجة بيشوفوها، شافوا بلانت بيرسموه، شافوا انيمال في رحلتهم وهم مسافرين من بلد لبلد بيرسموه، بيحاولوا يرسموه بكل الديتيلز والتفاصيل بتاعته. One scientist noticed that in many habitats food is limited and the types of foods available may vary. يعني ايه الكلام ده؟ في واحد من العلماء وهو في رحلة الاستكشاف بتاعته اكتشف انه الاماكن المختلفة اللي بيعيش فيها الحيوانات ساعات الاكل فيها بيبقى نوعه محدود جدا، وساعات الاكل بيبقى متنوع بتاع الحيوانات طبعا، والاكل ده بيبقى متنوع وبيبقى فيه منه انواع واشكال كتير جدا. Animals that have traits that are suited for eating available foods will be more likely to survive and reproduce. يعني ايه؟ يعني الحيوانات اللي عندها سمات بتساعدها انها تاكل الاكل اللي موجود في الهابيتات ده بيبقى حظهم حلو، لان هم بيقدروا يعيشوا وبيقدروا يخلفوا ويجيبوا اوف سبرينج. طيب اما المكان ده لو كان فيه حيوانات التريتس اللي عندها مش مساعداها تعرف تتعامل مع الاكل اللي في المكان، يعني مثلا المكان ده كل اللي فيه مثلا اكل ميت لحوم، والانيمال اللي عايش في المكان ده ما عندوش شارب تيث، سنان قوية، مش هيقدر يسرفايف، مش هيقدر يعمل عملية ريبروديوس، ينتج ويجيب ويخلف. ليه؟ لأنه مش لاقي حاجة ياكلها. فدي المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، التايبس اوف فود المختلفة اللي بتبقى موجودة في الهابيتات، وازاي التايبس اوف فود دي الانيمال بيقدر يسرفايف ويئيت ات، وساعات الانيمال ما بيقدرش يسرفايف لان هو الانيمال كانت ايت ات. اتفقنا كده؟ نشوف مع بعض. Did you know that different birds have many different types of beaks؟ تعرفوا يا ولاد ان انواع الطيور المختلفة ليها انواع مختلفة من المنقار بتاعها؟ يعني تعالوا نبص في page 35 في كتاب المدرسة، بصوا قدامي كده، بصوا قدامكم كده، هنا في ايه؟ ده bird ليه شكل بيك مختلف عن البيك ده، مختلف عن البيك ده، different from this peak، different from this peak، different from this peak. بصوا ال different shapes، ال different types. طيب let's explore whether different peak styles allow birds to eat different types of food. النهاردة هنستكشف الاستكشاف بتاعنا والتجربة بتاعتنا اللي هوريها لكم اللي صحابكوا عملوها بتوضح هل البيردز اللي عندها different types of beaks بتقدر تاكل all types of food، ولا ال different types of beak دي بتخليهم ياكلوا different types of food. ده اللي هنشوفه في التجربة بتاعتنا النهاردة. هنبص على البيج بتاعتنا اللي قدامنا في page 35، هي دي، ونبتدي نقرأ أنواع البيكس المختلفة. الأنواع دي لازم تركزوا في أساميها عشان دولت اللي بناء عليهم هنطبق الاكسبيرمنت بتاعتنا. عندي نوع اسمه سبون بيك. هو يعني سبون يا ولاد؟ سبون يعني معلقة،
سبون بيك. ليه اسمه سبون بيك؟ ليه اسمه منقار المعلقة؟ ليه؟ بصوا كده على البيردز دي، بصوا على observe البيكس for these birds. ايه رأيكم؟ الشيب اوف ذا بيك مش بيفكركم بالسبون؟ يبقى they called it، او the scientists called it the spoon beak because the beak of the bird takes the shape of a spoon. اوكي، البيك واخد شكل المعلقة. طيب تعالوا نشوف البيكس التانية. عندي هنا التو بيكتشرز دولت بيسموهم سيزر بيك. ايه السيزر بيك ده؟ السيزر اللي هو المقص، حاجة كده شارب ممكن تقص الحاجة تقطعها حادة. بصوا كده it takes the shape of scissor، عشان كده قلنا عليها scissor beak. طيب tweezer beak، ايه التويزر ده؟ تعالوا اوريكم ايه التويزر ده. ده التويزر يا ولاد، التويزر لو في شوكة دخلت في ايدينا، حاجة رفيعة مش عارفين نطلعها، حاجة عورتنا، نستخدم التويزر ده. خلاص، هو شكل التويزر، شايفين اسمه تويزر بيك. طيب اللي بعد كده كلوز بين بيك. ايه الكلوز بين بيك ده؟ واخد شكل المشبك. الكلوز بين بيك ده واخد شكل المشبك، المشبك اللي ماما بتنشر بيه الغسيل في البلكونه. يبقى دي different shapes of beaks with different names. الاكسبيرمنت بتاعتنا يا ولاد النهارده ان احنا we will check if these different types of beaks، هل الانواع البيكس المختلفة دي can eat all the types of food، يقدروا ياكلوا كل انواع الاكل، ولا different types of food، انواع مختلفة من الاكل. ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. تعالوا نبتدي مع بعض. page 37 يا ولاد قدامنا في كتاب المدرسة بيك انفستيجيشن، هنستكشف وهنتحقق من انواع البيكس المختلفه بتاعه الطيور. طيب المفروض انه الاكسبيرمنت او التجربه دي بتتنفذ في الكلاس، فانا هشرح لكم بتتنفذ ازاي وبعد كده اوريكم احنا عملنا ايه بالظبط. each group will get a plastic bag. كل جروب في الكلاس بعد ما هقسم الكلاس لجروبس هيبقى معايا بلاستيك باك، شنطة بلاستيك with items that represent different types of bird beaks. يعني ايه؟ يعني هيبقى في الكيس ده ادوات بتمثل الانواع المختلفة من البيكس. ايه الادوات اللي هنستخدمها في التجربة بتاعتنا بتمثل انواع مختلفة من البيكس؟ تعالوا نشوفهم. انتوا شفتوا اول حاجة اللي هي التويزر. التويزر ده هنستخدمه النهاردة في الاكسبيرمنت بتاعتنا على اساس ان هو بيمثل لنا type of a peak، هنستخدمه النهاردة ونشتغل بيه. تاني حاجة الكلاب بيك. الكلاب بيك ده هو بالظبط زيه زي الكلوز بين بيك، الاتنين بيمثلوا نفس الدور اللي هو البيك اللي واخد شكل مشبك. يا اما هنستخدم الاداة دي يا اما هنستخدم المشبك بتاعنا. اوكي، السبون بيك. السبون بيك هنستخدم سبون في التجربة بتاعتنا عشان تبقى بتمثل السبون بيك. السيزر هنستخدم السيزر في التجربة بتاعتنا عشان يبقى بيمثل السيزر بيك. يبقى احنا عندنا كام تول بنستخدمهم في التجربة بتاعتنا عشان نجرب اذا كانت البيكس دي هتعرف تاكل كل انواع الاكل ولا لا. عندنا السيزر، وعندنا السبون، وعندنا الكلوز بين، وعندنا الكلاب، وعندنا التويزر. دول اللي هنستخدمهم في الاكسبيرمنت بتاعتنا. طيب المفروض نوفر ايه؟ نوفر حاجات بتمثل الديفرنت تايبس اوف فود عشان نستخدمها ونجرب اذا كان التول اللي هتبقى في ايدينا كانها البيك هتعرف تاكل الديفرنت تايبس اوف فود ولا لا. تعالوا نشوف الديفرنت تايبس اوف فود. هنجيب دراي بينز، هنجيب دراي بينز شبه دي كده، هنجيب دراي باستا مكرونه جافه شبه دي كده، هنجيب
كلابس، بيبر كلابس زي دي كده. هنجيب الباند بتاعت الشعر، التوكة بتاعت الشعر شبه دي برضو. هنجيب التوث باكس، خلة بتاعت السنان اللي بننظف بيها اسناننا، دي كمان هتبقى من ضمن التولز اللي بتمثل ايه يا ولاد، اللي بتمثل الاكل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب تري، صينية، ونبعتر فيها كل الحاجات اللي انا قلتها دي، وكمان من ضمن الحاجات رايس، هنجيب رز. اتفقنا؟ طيب يبقى دي المواصفات بتاعت الاكسبيرمنت بتاعتنا. هنجيب التوث باكس والباند، الهير باند والبيبر كلابس والباستا والدراي بينز وسيدز، كل الحاجات دي هنجيبها ونحطها في صينيه ونبعترها. دي بتمثل الفود، التايب اوف فود اللي البيرد هياكله. وكمان المفروض الاكسبيرمنت بتاعتنا لما تتقسم لجروبز، كل جروب هيمسك تايب اوف بيك، اللي هو يا اما السيزر، يا اما البلاستيك سبون، يا اما الكلوز بين، الكلوز بين بيك اللي هو المشبك يعني، يا اما الكلاب ده. خلاص. طيب المفروض انه انتوا تعملوا ايه؟ المفروض انه انتوا تظبطوا التايمر بتاع الموبايل على 1 minute 60 seconds، وتبتدوا في ال 60 seconds دولت تحاولوا تجمعوا الاكل اللي هتعرفوا تجمعوه بالبيك اللي هتختاروا تشتغلوا بيه. يعني يا اولاد في الكلاس، الكلاس هيتقسم لجروبس، وكل جروب هيبقى معاه تايب اوف بيك بيشتغل بيه. انتوا في البيت عشان لو بتتابعوني ومش في الكلاس، هتختاروا تايب اوف بيك من دولت وتلعبوا اللعبه دي، وتشوفوا البيك ده هيختار او هيجمع كام عدد اكل بنهايه ال 60 سكند اللي هم الدقيقه. اتفقنا كده؟ طيب يبقى ده بالظبط اللي احنا عملناه انا واصحابكم. كل جروب مسك تايب اوف بيك وشغل التايمر عنده لمدة 1 minute أو 60 seconds، وابتدى يجمع الأكل. وبعد كده بعد ما ال 60 seconds خلصوا، ابتدى يعد البيك اللي اختاره ده قدر يجمع أكل قد إيه، والتايبس اللي اختار اللي جمعها من الأكل كانت إيه. تعالوا بقى نشوف الجروب بتاعنا كان مين، ووريكو عملوا إيه بالظبط. الجروبز يا ولاد اللي اشتغلت معايا، اول حاجه اخترت السبون بيك تيم، يعني التيم ده هو اللي اشتغل بالمعلقه البلاستيك، عمل كانها هي البيك اوف ذا بيرد. كان مين؟ كان معايا مريم، كان معايا هيلين، وكان معايا اياد، وكان معايا عبد العظيم. يبقى الاربعه دولت كل واحد منهم في بيته جاب الديفرنت تايبس اوف فود اللي انا وريتها لكم، وجاب بلاستيك سبون، معلقه بلاستيك، وظبط الالارم او التايمر لمده 60 سكند، وابتدوا يجمعوا من الاكل من التري اللي موجوده قدامهم بالمعلقه. اوكي. طيب التيم الثاني، وهو كان المسؤول عن التويزر بيك. التويزر بيك كان فيه مصطفى دياب، وكان فيه محمد نادر، وكان معايا كمان زين الدين ومالك ومؤمن. الجروب اللي بعد كده اللي استخدم بيك مختلفة، السيزر بيك تيم، كان فيه مين؟ زهرة، وكان فيه فريدة، وكان معايا ياسمين وأحمد وحمزة. يبقى دول السيزر بيك تيم. بعد كده كان عندي الكلوز بين بيك تيم اللي على شكل المشبك، كان فيه جنى، وكان فيه رفايدة، وكان فيه فاطمة، وكان فيه تسنيم. واخر جروب معايا الكلاب بيك او البلاندر كلاب بيك تيم، كان فيه بلال، وكان فيه مالك، وكان في يمنى، وكان في عبد الله، وكان في هارون. كل جروب من دولت استخدم بيك مختلفه. تمام كده؟ طيب تعالوا اوريكم اكزامبل من التريز اللي اصحابكم جمعوها وحطوا فيها الديفرنت تايبس اوف فود اللي انا قلت عليها. ادي يا اولاد قدامنا اكزامبل لشغل صحابكم. حد من صحابكم جاب تري وجمع فيه
كل التولز المطلوبة دي، الباند، الدراي بينز، الرايس، الباستا، التوث باكس. وده كان حد من صحابكو اللي كان في تيم السيزر بيك، وادي السيزر اهو. خلاص، في اكزامبل تاني برضو لحد من صحابكو كان مجمع هنا الديفرنت تايبس اوف فود اللي المفروض واحنا بناكل البيك هناخد منها، بنستخدم البيك هناخد منها عشان نشوف البيك ده هيقدر ياكل كم اكل قد ايه. خلاص، طيب صحابكو لما عملوا الاكسبيرمنت دي، كل واحد فيهم بعد ما خلص ال 60 seconds بتاعهم، جه بعد كده جمع الداتا بتاعته وقال هو البيك بتاعه اكل قد ايه. الداتا دي جمعتها لكم كلها في شيت، الشيت ده انتوا محتاجينه تكملوا بيه الدرس اللي هو قدامنا ده. الشيت ده هتلاقوه مع شيت الشرح في اول كومنت في الفيديو، مش هتعرفوا تكملوا الدرس من غيره. اتفقنا؟ لازم تستخدموه عشان تفهموا منه بالظبط النتائج بتاعه الاكسبيرمنت. يبقى دلوقتي انتوا في البيت هتعملوا ايه؟ دي اكسبيرمنت محتاجه عدد كبير جدا. انتوا هتختاروا one type of peak وتعملوا الاكسبيرمنت دي في البيت، عشان في كتاب المدرسه، تعالوا ارجعكم لكتاب المدرسه اوريكم البيج اللي انتوا مسؤولين تحلوا جزء فيها. هنا قدامنا يا ولاد في كتاب المدرسه في البيج دي، بيج 37 اللي هي البيك انفستيجيشن، انتوا مسؤولين ان انتوا تجاوبوا على الجزء ده في البيج. هتختار بيك من البيكس اللي انا عرضتها عليك وتكتب اسمه هنا، وبعد ما تعمل الاكسبيرمنت هتملى البيانات اللي انت او الارقام بتاعه التايبس اوف فود اللي انت جمعتها بعد ال 60 سكند ما خلصت هنا. هتكتب هنا كام عدد البيبر كلابس، كام عدد الرابر باند اللي هي التوك، كام عدد التوث باكس اللي هي خلط السنان، كام عدد الباستا اللي جمعتها، السيدز كام عدد السيدز اللي جمعتها، الدراي بينز الحبوب الجافه كام عددها، الرايس الرز اللي انت جمعته كان عدده قد ايه. يبقى انت مسؤول عن انك تحل الجزء ده في كتاب المدرسه. طيب بيقول لك هنا سؤال بريدكشن قبل ما تبتدي التجربه بتاعتك. بريدكشن، اي ثينك ذا اي بيك ويل جيت ذا موست فود. فكركم ايه من الديفرنت تايبس اوف بيك اللي قلتهم هيجمع اكبر عدد من الاكل؟ السبون ولا السيزر ولا التويذر ولا الكلوز بين ولا ايه كمان؟ مش فاكره كان الخامس ايه، اللي هو الكلاب، البلاندر كلاب. فكركم ايه من دولت اللي يقدر يجمع اكبر عدد من الاكل؟ قبل ما تعمل التجربه بتاعتك تكتب توقعك هنا. خلاص، بعد كده هتعمل اكسبيرمنت بتاعتك على 1 بيك او 2 بيكس زي ما تحب، وتكتب بياناتك هنا. خلاص، ممكن لو عندك مثلا مقص في البيت ومعلقه يبقى تجرب مره بالسيزر بيك ومره بالسبون بيك وتكتب بياناتك هنا. يبقى الجزء ده هتعملوه في البيت لوحديكم. اما باقي البيج هنشتغلها دلوقتي مع بعض، لان هي لازم تشتغلوها بالاكسبيرمنت الكامله اللي صحابكم عملوها. تعالوا نشوف دلوقتي. انا قلت لكم انه التيم اللي فيه السبون بيك كان فيه اربعه من صحابكم، مريم وعبد العظيم وهيلين واياد. ادي الداتا بتاعه صحابكم. هديكم مثال، مريم قالت انا جمعت 6 بيبر كلابس و 3 رابر باند و 3 توث باكس و 55 سمول باستا، 150 سيدز، 230 دراي بينز، 21 رايس. جه عبد العظيم قال نفس الداتا، هو جمع قد ايه؟ جت هيلين جمعت وقالت هي جمعت قد ايه بالبيك بتاعها. جه اياد عد اللي جمعه وكتب هنا. خلاص، يبقى هو ده بالظبط اللي في الجدول المفروض تفهموا الارقام دي معناها ايه. في التويزر بيك كان معانا مصطفى دياب ومحمد نادر وزين الدين ومالك ومؤمن، كل واحد فيهم جمع اعداد التايبس اوف فود المختلفه اللي جمعها بالتويزر. انا حاطه لكم اهو صوره لكل بيك. السبون بيك جمع الحاجات دي كلها، التويزر بيك جمع الحاجات دي كلها. خلاص، السيزر بيك جمع الحاجات دي كلها، كل برضو واحد من صحابكو اسميهم اهي جمع الديفرنت تايبس اوف فود دي. واخدين بالكم السيزر بيك يا ولاد جمع ايه في الرايس؟ بصوا كده على النمبرز، واخدين بالكم؟
شايفين؟ طيب اطلعوا كده تاني. السبون بيج، بصوا السبون بيج جمع في الرايس في الرز قد ايه؟ شايفين الديفرنسز، الاختلافات اللي ما بين الديفرنت تايبس اوف بيكس؟ ده اللي انا عايزاكم تلاحظوه. هتبصوا على الديفرنت تايبس اوف بيكس وتشوفوا التايبس اوف فود اللي البيك جمعها، وتقدروا تشوفوا هو البيك ده قدر يجمع ايه؟ ايه اكتر بيك قدر يجمع ديفرنت تايبس اوف فود؟ كان السبون ولا التويزر ولا السيزر؟ وعندكم اهو باقي الشيت، ادي الكلوز بين بيك، وادي اسامي صحابكم كل واحد جمع قد ايه. بصوا الرايس المشبك قدر يجمع الرز قد ايه؟ البلندر كلاب بيك، وادي اعداده اهي. خلاص طيب الشيت ده هتحتاجوه، هقول لكم دلوقتي هتحتاجوه فين. بيج 37 بقيتها ايه المفروض يتعمل فيها؟ المفروض يا ولاد انه هو عايزكوا تكتبوا السبون بيك اللي هو عمله صحابكوا دول في البيبر كلاب جمع قد ايه، ونكتب له رقم هنا. طيب هو البيبر كلاب فين هنا؟ البيبر كلاب اهو، مريم جمعت 6، عبد العظيم كولكتد 6، هيلين كولكتد 34، اياد كولكتد 8. طيب وات شود اي رايت هير؟ انا المفروض اكتب هنا ايه؟ هل اكتب كل الارقام دي؟ لا، هنكتب the three largest numbers، اكبر 3 ارقام، اكبر 3 ارقام صحابكم جمعوهم. يعني مريم جمعت 6، عبد العظيم 6، هيلين 34، اياد 8. مين اكبر 3 ارقام هنا؟ 34 وال8 وال6. هقوم جمع الثلاثه دول مع بعض، 34 بلس 6 40 و بلس 8 48، يبقى اجي هنا اكتب ايه؟ 48. اتفقنا؟ طيب هروح عند السبون، عند الرابر باند اللي هي التوج، هكتب هنا، هجمع، هعمل addition للثري لارجست نمبرز اوف رابر باندز اللي اصحابنا جمعوهم. هروح هنا في 3 و4 و3 و4، الثري لارجست نمبر يبقى ال4 وال4 وال3، 4 بلس 4 8 بلس 3 11، يبقى اجي هنا اكتب عند الرابر باند 11. تاني التوث بيكس، هجمع الثري لارجست نمبرز من السبون بيك. خلي بالكم ما تتلخبطوش، انا بشوف التايب اوف بيك وبشوف التايب اوف فود. ادي السبون بيك، ادي التوث بيكس، مين الثري لارجست نمبرز؟ 12 6 3، هسيب ال1 مش هاجي ناحيتها، 12 و6 18 with plus 3 21، هاجي هنا اكتب 21. تمام، يبقى انا كده عرفتوا المفروض في الجدول ده بعمل ايه. تعالوا عشان اوفر عليكم الوقت اوريكم تجميعة الاعداد بتاعة الداتا بتاعة صحابكم لما اتحطت في الشيت هنا. يلا بينا. ادي يا ولاد ده الشيت بعد ما عديت الثري لارجست نمبرز في كل بيك ومع كل تايب اوف فود. ده كان الفاينل بتاع شغل صحابكم في البروجكت بتاعه. اوكي، هو ده بالظبط اللي المفروض يتعمل. طيب تعالوا نروح البيج اللي بعد كده في كتاب المدرسه ونشوف طالب مننا ايه. البيج اللي بعد كده يا ولاد وهي بيج 38 في كتاب المدرسه، تعالوا نكبرها بقى شويه. بيقول لنا ايه؟ What I learned، انا اتعلمت ايه؟ Write a summary that describes what you learned from comparing this activity. Remember to include examples from your data. يعني ايه؟ يعني هتجيب ورقة كده فاضية وتكتب انت لما جمعت الداتا كلها بتاعت صحابك اتعلمت ايه؟ اتعلمت ايه عن الديفرنت تايبس اوف بيكس؟ هديكم مثال واغششكم. هقول مثلا I learned that the spoon peak can collect a large number of rice، عدد كبير من الرز، while the scissor peak
wasn't able to collect any rice. أنا اتعلمت إن السبون بيك كان قادر إنه يجمع أكبر عدد من الرز، مع إن أو على الرغم من إن السيزر بيك ما كانش قادر يجمع أي رز خالص. يبقى ده مثال للسؤال ده. Write a summary that describes what you learned from completing this activity. طيب remember to include examples from your data. اديني مثال. هديله مثال ازاي؟ هقول له for example، على سبيل المثال مثلا، عبد العظيم in the Spoon Peak team was able to collect 462 rice while زهرة in the Scissor Peak team didn't collect any rice. ده الإكزامبل. اديني مثال على الكلام اللي انت بتقوله. اديت له مثال حصل فعلا من صحابي. عرفتوا الشيت ده هيفيدنا بإيه؟ هتستخدموه بإن انتوا تبصوا على الداتا عشان تقدروا تجاوبوا. خلاص؟ طيب اللي بعد كده، السؤال ده يا ولاد هتحلوه في ورقة بره لأنه مش تايب له مكان هنا. اللي بعد كده What I wonder. طيب في حاجة بقى ملخبطاكوا يا ولاد في الاكسبيرمنت دي، في حاجة في الشيت ده انتوا مش فاهمينها، انتوا مش عارفينها. هتسألوا نفسكوا سؤال وتكتبوه. السؤال ده بيبتدي ب how or why. How or why question that you may still have concerning the topic of this activity. في حاجة انتوا مش فاهمينها، مش عارفينها، عايزين تسألوا عليها، اكتبوا السؤال ده. خلاص؟ طيب لو ما عندكوش سؤال خلاص، لو انتوا فاهمين كل حاجة خلاص. باقي البيج عندنا في 2 questions اهم. بيقول لي ايه؟ Which peak was best adapted to each type of food وواي. يعني ايه؟ يعني انهي بيك كان هو الافضل لكل انواع الاكل اللي انا حطيتها، واي، وقول لي السبب. طيب السؤال ده عشان تحلوه انتوا محتاجين ترجعوا للبيج اللي فاتت اللي فيها الداتا دي. هتروحوا تشوفوا مين البيك اللي جمع اكتر تايب اوف فود عشان تقدروا تجاوبوا على السؤال ده. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده، which peak was least adapted to each type of food why. مين البيك اللي كان اسوأ نوع من انواع البيكس اللي مش عارف يجمع عدد اكل كتير وليه؟ واي دي يا ولاد هتدوله example من التابل ده. يعني لما يقولك ليه هو كان اسوأ واحد هتقوله اه ده كان اسوأ واحد عشان هو ما جمعش خالص، فتديله مثال من التابل ده. اتفقنا؟ طيب ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده عايز يحطلك، هي بيحطلك هنا ال different types of food اللي استخدمناها في الاكسبيرمنت بتاعتنا، ويقول لك ال least adapted peak، مين البيك اللي مقدرش يجمع عدد كبير من البيبر كلابس. هتروح هحللكوا دي، اوكي هحللكوا دي عشان تفهموا. هتروح على البيبر كلاب في الجدول ده اهو. البيبر كلاب فين؟ اول واحدة. مين اقل نمبر هنا؟ 9. يبقى البلندر كلاب او الكلوز بين ده كان الليست ادابتد بيك، اقل بيك قدر يجمع بيبر كلابس. خلاص؟ طيب البيبر كلاب البيست ادابتد بيك، تعالوا نروح للبيبر كلاب ونشوف اكبر رقم كان ال 48. يبقى السبون بيك هو ده اللي جمع اكبر عدد من الكلاب. بصوا هو اكبر رقم في البيبر كلاب، يبقى اروح هنا واقول ذا بيبر كلاب، مش البيبر كلاب سوري، ذا سبون بيك از ذا بيست ادابتد بيك. فهمتوا هتحلوا دي ازاي؟ هتروحوا عند كل تايب اوف فود وتدوروا على اكبر رقم تحطوه في الليست، واصغر رقم تحطوه في الليست، واكبر رقم تحطوه في البيست. اتفقنا؟ البيج دي انا مش محتاجه احلها لكم لان هي حله نفسها. انا مدياكوا شيت فيه الاجابات اللي هو الشيت ده مع الجدول اللي ورا ده، دولت هتستخدموهم في الاجابات بتاعتكم. انتوا مش محتاجين خالص تشوفوا اجاباتي، انا حلاه وكان ممكن اوريه لكم، بس انا مش حابه ان انتوا بعد ما تخلصوا تشوفوه، مش ملهاش لازمه. انتوا انا عارفه ان انتوا تعرفوا تحلوا. طيب تعالوا بقى نروح لاخر جزء في الدرس. اخر جزء في الدرس يا اولاد، وهو جايبهولي في شيت الشرح.
نرجع لشيت الشرح ونرجع لاخر بيج في الدرس. يلا بينا. بصوا يا ولاد اللي قدامنا دي بيج 39 في كتاب المدرسه، مكتوب فيها سؤال عمركم ما هتفهموه، لان السؤال ده نتيجه لستوري صغنونه جدا من تو لاينز هنا موجوده في كتاب دليل المعلم. انا حاطه لكم الستوري دي في شيت الشرح، فلازم نقراها عشان نعرف نحل السؤال ده. تعالوا نشوف مع بعض الستوري قدامنا اهي. هي بتبتدي من هنا بتقول ايه: One day a swarm of 10 a swarm of 2 of 10 different types of birds traveling together all landed on a new island where no bird had ever been before. تاني: One day a swarm of 10 different types of birds traveling together all landed on a new island where no bird had ever been before. في جروب من 10 انواع مختلفة من الطيور، طبعا 10 انواع مختلفة يعني عنده different peaks، سافروا وراحوا على جزيرة عمرهم ما راحوها قبل كده، جزيرة جديدة راحوا يقفوا عليها عمر ما راحها قبل كده اي birds. خلاص. The only food they could find was rice. نوع الاكل الوحيد اللي موجود في الايلاند دي كان الرز. Which birds would have the best chance of surviving. انهي نوع من انواع الطيور اللي عندها different types of beaks هتقدر تسرفايف على الايلاند دي، هتقدر تعيش ما تموتش. Survive and reproduce، تقدر تعيش وتخلف وتجيب لنا اوف سبرينج. مين؟ طبعا انتوا اكيد اكيد عارفين. اوكي. Now imagine that we all went back to the island 1000 years later. تفكروا بقى كده لو بعد 1000 سنه رحنا الايلاند دي عشان نشوف ال 10 different birds دولت حصل لهم ايه. What would you expect to see؟ فكرك هتشوف ايه هناك؟ ايه التغيير اللي حصل؟ ايه اللي change اللي حصل في البيردز؟ What type of birds would you find on the island؟ انهي نوع من البيردز اللي قدر ان هو يسرفايف ويريبروديوس ويبقى فيه منه اجيال ورا اجيال ورا اجيال بعد الالف سنة؟ انهي type of birds هتلاقيه على الايلاند دي بعد 1000 years؟ خلاص؟ طيب 1000 years. هنا في كتاب المدرسة سألنا سؤال بناء على الستوري دي. Would you change your feeding strategy if you could eat again؟ يعني if you could do it again، يعني الأكل اللي على الايلاند ده هتغيره وهتغير نوعه لو انت هتكرر الموضوع ده بعد كده وهيبقى فيه birds كتير على الايلاند؟ Explain، اشرح لي. تمام. يعني هقولها لكم بطريقة تانية: If you want all the types of birds to survive you will keep the same type of food or you will change it. لو انت عايز كل ال different types of birds اللي راحوا على الايلاند دي يعيشوا، هتغير ال type of food، هتعمل فيه اي change اي تغيير، ولا هتسيب نفس النوع اللي موجود اللي هو الرايس بس؟ طيب لو هتسيبه explain هتسيبه ليه، ولو هتعمل change هتعمل change ليه؟ explain، اشرح لي ايه السبب، السبب اللي مخليك هتغيره. اوكي. برضو ده انا مش هجاوب لكم عليه، هسيبكم تبدعوا فيه وتجاوبوا براحتكم. بكده يا ولاد نكون خلصنا الدرس بتاعنا. انا هحط لكم ان شاء الله الشيت اللي فيه الداتا اللي اصحابكم جمعوها مع شيت الشرح في اول كومنت للفيديو. اوكي. وهستناكم تبعتوا لي اكسبيرمنت بتاعتكم وانتوا بتعملوها، اختاروا اي تايب اوف بيك واعملوا الاكسبيرمنت عشان تجربوا بنفسكم. هنزل لكم خلال الفتره اللي جايه فيديوز كتير لاصحابكم وهما بيعملوا الاكسبيرمنتس بتاعتهم، تقدروا انه انتوا تشوفوها كاكزامبل عشان تشتغلوا زيهم. هحط لكم في الكومنت الاول برضو لينكس للفيديوز بتاعت صحابكم، بعض الفيديوز مش كلها، عشان تتفرجوا وتشوفوا عملوا ايه بالظبط. اوكي. اشوفكم على خير باذن الله في الدرس التاسع. مع السلامه.